في سؤال بيقول: بنتي مش عايزة تحفظ القرآن وبتقول لي ان ليه احفظ كلام مش مفهوم، لا انا باجي اقرأه مش بفهم فانا مش هحفظ، فاعمل ايه؟ بصي، اللي بنتي قالته ده شبهة معروفة يعني اللي من دول، وهي نشأت من فهم خاطئ، وهي ان القرآن نزل باللغة العربية وده رسالة من ربنا ولازم تكون مفهومة، وهو الكتاب ده نزل عليا وانا المفروض ان انا افهمه كله. الفكرة دي اصلا في حد ذاتها غلط، لان القرآن منزلش عليا كهناء، لا منزلش عليا كهناء، ولا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد صلى الله عليه وسلم. امال هو نزل ليه؟ هو نزل لان هو رسالة عامة لكل البشرية من أول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لغاية يوم القيامة، فهو كتاب لكل الناس دي كلها بكل اختلافهم بكل أنواعهم بكل قدرتهم على الفهم بعلمهم بثقافتهم باختلاف العصور اللي هم هينشأوا فيها ويتولدوا فيها. فهو يعني كده يعتبر القرآن ده كده زي موسوعة، موسوعة هي الموسوعة العلمية بتبقى يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلا مجموعة علوم، مثلا موسوعة مثلا في الطبيعة، فهتلاقي فيها معلومات عن كل حاجة. يعني مثلا في علم الفيزياء يجيب لك جزء كده من علم الفيزياء وجزء من علم التاريخ وجزء في علم الاجتماع وجزء في علم النفس، يعني في زي ما تقولي كده بيخاطب كل الناس ويخاطب كل الاهتمامات. فالقرآن نازل لهدف محدد، وهو ايه؟ وهو تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم اللي كانت غلط، وإعطاء صورة حقيقية للدنيا، وتعريفك بالله وتعريفك بنفسك، وتعليمات لإصلاح الفرد وتعليمات لإصلاح المجتمع، وبعض الممنوعات وبعض النواهي. واستخدم ربنا في القرآن أساليب متعددة إن الصورة والفكرة والمعنى يوصلوا. فربنا سبحانه وتعالى استخدم مثلا ألفاظ معينة وكمان تتقال بأسلوب معين، زي مثلا في التجويد بنمد احيانا وبنقصر احيانا وبنقف في حتت معينة وممنوع الوقف في حتة معينة، والصوت ليه تون كده معين، حتى جرس الكلمة نفسه بيبقى ليه وقع في الاسماع والاذان، لانه يعني الا يعلم من خلق، ربنا هو اللي خلقنا، فهو يعلم كيف يؤثر في النفس وكيف يغير في العقل بمنتهى البساطة من غير تعب. يعني أنا عشان أقنعك بفكرة ممكن أقعد لك محاضرة مثلا ساعة عشان أقنعك بفكرة، لا، القرآن ممكن يقنعك بكلمة، ممكن يقنعك بآية بس. فالإعجاز اللي في القرآن هو مش كلام عادي، مش كلام لغة عربية، لا، القرآن ممكن يهز قلوب الكفار برغم عدم فهمهم للكلام. يعني ابن عباس بيقول إن الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن رق قلبه. يعني شفتي؟ يعني حد من الكفار الشداد اللي هو غلاظ القلوب لما سمع القرآن رق قلبه. فالقرآن مش مطلوب منك انك انت تفهمي كله، امال ايه المطلوب؟ مطلوب منك انك انت تقرأي. طيب ازاي؟ طب ما هو ربنا في القرآن بيقول تدبروا. لا، التدبر مش زي ما انت فاهمة معناه ان انا اعرف معنى كل كلمة، التدبر يعني المعنى وانت بتقرأي كده، اذا في معنى جالك فكري فيه. انا مثلا كنت بقرأ مثلا في قصة سيدنا موسى، فربنا سبحانه وتعالى بعد ما سيدنا موسى حصلت له المعجزة بتاعت شق البحر، بعديها على طول بعد ما بني اسرائيل عبروا البحر عبدوا العجل، فربنا بيقول لهم في القرآن ايه؟ في سورة طه الآية 88: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أنا بقى استغربت من الرد اللي هيجي بعدها، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. أنا يعني هزتني أول آية دي، يعني ربنا أنعم على بني إسرائيل ونجاهم من فرعون ونجاهم من هلاك، كان يعني واضح وظاهر، وبعدين يخرجوا يعبدوا العجل، وأنا أتوقع أنها تنزل عليهم صاعقة من السماء. لكن ألاقي ربنا بيقول لهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. هنا التدبر بقى في حاجة زي كده، تتدبري تقولي ايه؟ تقولي يا ده ربنا رحيم قوي بالعباد، ده يعني شوفي ازاي بيحلم على حليم على عباده، فتتأثري فتحب ربنا اكتر، فتحسي بقدين يقرب رحمته. هو ده التدبر. طيب التدبر اللي بيحصل غلط بقى اليومين دول ايه؟ وهي اعطاء القرآن معاني وتحميل القرآن لمعاني يعني لم يقل بها القرآن بشكل صريح، ولم يقل بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هم في ناس كده يعني من كتر ما بيحبوا القرآن بيحبوا ان هم يعني عايزين يدافعوا عن القرآن، وانه ليه غامض. لا يا جماعة مش غامض ولا حاجة، ده احنا هنقول لكم على معنى كل حاجة، حتى هنقول لكم على حاجات يعني حتى ربنا ما قالهاش، احنا هنلفها احنا من عندنا. ها يعني جبتوها منين؟ لا انا شايفها يعني هي باينه، هي بصوا اهي. فالطريقه دي مش صحيحه، لان هما مش فاهمين ان فكره انك انت تعرفي كل شيء في القران كل كلمه ده مستحيل. اللهم كتب التفسير لازمتها ايه؟ بصي كتب التفسير كتير، في اكتر من 100 كتاب في التفسير، بس المعتمد منه والصحيح منه القليل جدا. وأفضل كتاب تفسير ممكن تشوفيه أنا أو تقرأيه، هما كتابين أنا بالنسبة لي هما اللي بعتمدهم، هو الطبري والقرطبي. ليه؟ لأنهم بصراحة ناس بتتقي الله، يعني ما فيش حد فيهم بيقول تفسير الآية دي كذا، ما فيش الكلام ده. يعني ما بيقولوش من عندهم، يقول لك مثلا قال فيها عكرمة، قال فيها ابن عباس، واختلف فيها الصحابة، وقال بالرأي ده كذا، وقال فيها سفيان ان معناها كذا. يعني ناقلين للعلم اللي اتقال في ايام الصحابة، هو ده العلم، العلم ما قال الله وقال رسوله. فهي دي كتب التفسير. والله إذا قابلتك حاجة زي كده ودخلت تفتحي كتب التفسير اللي هي من النوع ده، هتلاقي فيها أقوال كتيرة جدا، لكن هتلاقي المختلف فيه مش هينبنى عليه عمل بالنسبة، مش هيفرق معاكي حاجة. قرأي كده القرآن كله وطلعي الحاجات اللي انت مش فاهمها، هتلاقيها لا ينبني عليها عمل. امال ليه انت بتقولي كده، او ليه بنتك بتقول كده؟ علشان هي من النوع اللي يحب ايه، يعني كل ما يقرا كلمه يعني ايه، يعني ايه سلم، يعني ايه قاله، يعني ايه غلبت، يعني ايه الروم، يعني ايه ادنى، يعني ايه انظر، يعني ايه فاهمه، يعني بيحبوا يعرفوا معنى كل كلمه. وده مش منطقي، مش شيء منطقي ان انا افكر بالطريقه دي اصلا. ازاي؟ اي لغة هاتي اي لغة في الدنيا، وهتلاقي نفسك اذا مشيتي ورا كل كلمة انت هتطلعي فاهمة غلط. امال احنا ازاي بنفهم؟ بنفهم من السياق، بتفهمي من السياق، مش كل كلمة يعني، لا مش كل كلمة، لان المفردات متنوعة كتيرة. يعني ممكن تطلعي في اللغة العربية كلمة مثلا معنى واحد ليه كذا لفظ، ممكن برضو في اللغة الانجليزية تطلعي 10 كلمات لهم نفس المعنى بس بدرجات مثلا مختلفة. فهمت ازاي؟ فاللغة اصعب من ان هي تقدر تحصر معاني معينة، يعني مش سهلة زي ما انت متخيلة انك انت تمشي ورا القرآن ورا كلمة كده خلاص انت فهمت. لا مش هتفهمي ورا خلاص. طيب القرآن ربنا قال لنا عليه في سورة آل عمران في الآية رقم 7 بيتكلم عن القرآن وبيقول لنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني الكتاب اللي هو القرآن فيه آيات محكمة، يعني معروفة الدلالة مفهومة مش محتاجة تفسير،
واخر متشابهات، حاجات مش هتفهميها خلاص. فهي ربنا سبحانه وتعالى قال لك في حاجات مش هتفهميها، طب انت لا انا مش هحفظه عشان في حاجات مش هفهمها. هو اصلا مش مطلوب حفظ القرآن، يعني مش ما عندناش امر من ربنا بان احنا نحفظ القرآن، فما ما فيش تكليف بحفظ القرآن. امال احنا ليه بنحفظ اولادنا القرآن؟ لينا اهداف تانية، كل واحد بقى ونيته. في اللي يقولك اصل هو بيمرن الطفل على يعني قدرته على الحفظ، وفي اللي بيقولك عشان ده بركة، وفي عشان يحفظه، وفي اللي بيقولك لا ده انا لازم احفظ من القرآن عشان اخد ثواب وعشان يلبسني تاج الوقار يوم القيامة. كل دي حاجات جميلة، بس هو مش فرض اصلا. فاحنا ليه نفرض على اولادنا حاجة هم مش عايزينها؟ طيب هو طب هو ايه المفروض، ايه الطريقة الصحيحة في التعامل مع القرآن؟ الطريقة الصحيحة في التعامل مع القرآن هي الطريقة اللي اتبعها الصحابة. طيب الصحابة عملوا ايه؟ الصحابة كانوا بيقولوا ان احنا علمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن. شفت بقى، يعني احنا بنبتدي بالقرآن، لكن هو مش دي البداية. البداية الايمان الاول، الاول نتعلم يعني ايمان، ونتعلم ان في ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين كده نبتدي نتعلم القرآن. طيب القرآن ايه الايات المحكمات الموجودة فيه؟ هي ايات العقيدة اللي هي بتوصف لك من ربنا سبحانه وتعالى. طيب هو ربنا بيوصف لنا لنفسه سبحانه وتعالى في القرآن، يعني لها لازمة ولا لاش؟ لا اكيد. ليه؟ عشان تعرفي مين اللي خلقك. طب ودي هتفرق معاكي ايه؟ طبعا هتعرفي لما اللي بيكلفك بتكاليف هو مين، يعني هو طيب ولا شرير، هو قوي ولا ضعيف، هو هيقدر عليا ولا مش هيقدر، طب هو جايبني ليه. الأسئلة دي كلها المفروض منطقية تدور في عقلك. فالقرآن لأنه بيحترم عقلك بيخاطبك في القرآن وبيعلمك وبيفهمك هو مين سبحانه وتعالى، وبرضه بيحترمك وبيفهمك انت مين، بيقولك طبيعتك، خلق الإنسان ضعيف هلوع جزوع، يعني بيقولك على طبيعتك، وبيقولك تعملي ايه في الدنيا، ومطلوب منك ايه، ومطلوب منك ان انت تتفكري، ومطلوب منك ان انت تتعلمي، وبيديكي شوية تعليمات وبيديكي شوية اوامر. فهو كتاب شامل، ما ينفعش ان انا احصره في حاجات معينة. هو كتاب شامل بيخاطب النفس، بيخاطب العقل، بيخاطب القلب، بيخاطب المجتمعات، بيخاطب أولياء الأمور من رئيس دولة أو أمير أو سلطان أو ملك أو مثلا فرد عادي أو أب أو أم. بينظم العلاقة ما بين الناس، بيعرفنا الحدود اللي المفروض نعملها والمفروض نقف عندها، بيعرفنا الخطر فين والصح والغلط، وازاي نعيش حياتنا صح وعشان ما تضيعش الدنيا هباء علينا والفرصة تروح مننا. فبيدينا امثلة للأمم السابقة عشان نعتبر منهم. هو ده التدبر، انك تفهمي اللي ربنا فتح عليك فيه وتتفهميه. ما تأوليش القرآن، ما تخرجوش عن سياقه، ما تقوليش انا حسها الآية دي بتتفهم كده، لا ما تعمليش كده. فانتي للسائلة اللي هي بتسأل ان بنتها مش عايزة تحفظ القرآن عشان ما تفهموش، قولي لها هو موسوعة، المطلوب منك اللي انت فهمتيه هو ده الرسالة اللي عايز توصلك. هو رسالة للعلماء ورسالة للعوام، فازاي يحيطون به علما؟ فما حدش يقدر يحيط بعلم الله ابدا مهما ادانا من العلم. هتلاقي الفقيه يدخل ياخد من القرآن حاجات وفي حاجات تانية ما يفهمهاش، وهتلاقي الطبيب يقرأ القرآن يفهم حاجات محدش غيره يفهمها والهدف ان يؤمن، وهتلاقي العالم، وهتلاقي لما يقرأ القرآن الرسالة اللي ربنا يريد يوصلها له هتوصل له وهيفهم وهيوصل للإيمان بيها. القرآن غالب لا مغلوب. يعني ايه؟ يعني مش هتقدري تطلعي للقرآن غلطة في اللغة العربية او في النحو، لا ازاي، ده المستشرقين بيطلعوا حاجات وبتاع واحنا يعني بيشككوا. اللي يشكك في اللغة العربية بتاعة القرآن
حطي صوابعك في عينيه. ليه بقى؟ لان اهل اللغه اللي هي نزل عليهم القران ما شككوش في اللغه، ما شككوش في ليه انت هنا نصبت المفعول مره ومره تانية رفعته، ليه هنا قلت المؤمنين وبعديها قلت الكاذبون مثلا، يعني ليه قلت مره اين ومره اون، والحاجات دي يعني ملهاش رد، يعني تحاولت تجيبيه. هي القرآن مهيمن على اللغة، ما تقدريش تقيد القرآن بالنحو، تقوليش مثلا الجملة دي مثلا كنحويا غلط مش مناسبة، ما تنفعش، المفروض كده يتقال كذا. لا، ما فيش كده. القرآن هو اللي بيهيمن على اللغة، هو المسيطر عليها، لأن ربنا مثلا بيستخدم وكان الله عزيزا حكيما. هتقولي ايه؟ كان فعل ماضي؟ لا. فالقرآن علماء اللغة يدخلوا يقرأوا القرآن يطلعوا عندهم يقين في الله أكتر، ويحسوا بالإعجاز فيه، في حتة اللغة، في حتة النحو. انت ممكن تتلخبطي، انت جاهلة اصلا في حتة اللغة، فمش مش هتلخبطك الحتة دي، فما تخوضيش فيها. عشان كده احنا المطلوب مننا الايمان بالغيب، من يعني هما دول اهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، هما دول اللي بيؤمنوا باللي بيفهموه وباللي مفهموش. يعني في سيدنا عمر وهو بيقرأ في سورة عبسة، فوصل عند كلمة أبا وفاكهة وأبا، فدماغه كده سرحت زي ما احنا بنسرح كده، فقال ايه؟ وما أبا. فبعد كده فوق نفسه كده قال ايه؟ وما يضرك يا عمر، وما يضرك، يعني ايه هتفرق معك ايه؟ شفتي؟ فانتي لو ما تلاقي نفسك بتسألي سؤال، هل الكلام ده هيفرق معاكي؟ يعني هل الكلام ده هيأثر في صلاتك؟ يعني لا، مش هيأثر، خلاص مالكيش دعوة. فالقرآن إعجازه مش في انك انت تفهميه، إعجازه في انك انت مجرد بس ما بتقرأيه انت بيحصل لك تغيير كده اوتوماتيك، من غير ما تبذلي اي مجهود، من غير ما تبذلي اي مجهود، مجرد ما تسمعيه وتقرأيه كل يوم هيحصل تغيير من غير حتى ما تفهمي ولا كلمة، من غير ما تستوعبي ولا حرف. الإعجاز في ألفاظه، بأنها بتقع في القلب، بتعمل زي ما تقولي كده بتخاطب اللاوعي، بتخاطب قلبك كده وانت مش واعية، مجرد ما تقرأي بس كده. فنأمر أولادنا يا جماعة بأن هم يقرأوا القرآن الأول، ما تأمرهاش بأنها تحفظ القرآن الأول، ده الأفضل. ونحاول نديهم تفسير مبسط للكلام، يعني لو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حاجة نقولها، العلماء قالوا فيها حاجة نقولها، يعني مجرد قراءتهم تكفي. والطفل اللي مش عايز يحفظ القرآن ما نجبروش على انه يحفظ القرآن، بس ممكن نلزمه بان هو يقرأه، يعني كمن باب كده التحبيب، يعني ايه تعالى كده بس ايه احنا هنقرأ بس الايتين دول عشان بس نتقرب الى الله، ونحاول مثلا نفهمهم المعنى وراها، ويبقى دايما كلامنا طول النهار معاهم عن أهمية القرآن وربنا والإعجاز اللي في القرآن، وبص شوف سبحان الله، شوف النملة دي بتفهم، لا بص العسل ده كان موجود في بطن النحلة، سبحانك يا ربي. يعني نحاول ندخل لهم يعني الكلام عن ربنا والكلام في القرآن بشكل مرئي هم يشوفوه، خلاص. بس انا عارفه ان البنت اللي انت قلت لي عليها دي كانت بنت كبيره، فطبعا ده هي عندها تاثر بالسوشيال ميديا، يعني عايزين ناخد بالنا ان السوشيال ميديا فيها حاجات كده مش تمام، فناخد بالنا ان من الكبار برضو، يعني اللي هم طلبه ثانوي والكليه، ان ممكن يكونوا بيدخلوا يشوفوا حاجات وبيسمعوا حاجات تشكيك في القران وكده، فنصحصح لاولادنا
ودايما نتكلم معاهم ونسمعهم دروس، وبعدين نلاحظ كلامهم، تلاحظي كلامهم، لاحظي اللي بيقولوه ده يعني مع العقيدة ولا ضد العقيدة، ولا بيتكلموا عن القرآن ازاي، ولا يعني بيتكلموا عن الدين ازاي. يعني لاحظي وراقبي، عشان ممكن يكون في تأثر بالسوشيال ميديا في حتة دي بس كده. وربنا يوفقنا كلنا، وربنا يفتح قلوبنا بالقرآن ويجعله قرة عين لنا، ويجعل في قراءتنا لي نجاة من النار. اللي يقرأ القرآن يخاف، واللي يقرأ القرآن يقلق، والاطمئنان والراحة والغفلة اللي هو فيها لا بيفوق 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 النفوس المشغولة بالدنيا طول النهار، وبيفوق القلوب المشغولة باهتمامات تافهة. ربنا يصلح القلوب ويرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.